إخواني أخواتي، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، نحن وجميع الأمة الإسلامية أجمع، ويرفع عنا هذا الوباء والبلاء. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل المتابعي قناة أندرويد 18. إذا شباب، عدت لكم بمقطع جديد، وهذا المقطع يخص طور الزومبي، لأنه تقريبا يعني في كل مرة أجد تعليقات واستفسارات تخص طور الزومبي، بالإضافة إلى هل سيرجع الطور أم لا يرجع، أو موعد الرجوع إن سوف يكون. المهم، كل التفاصيل سوف أشاركها معكم في هذا المقطع شباب، ولنا تعقيب بسيط أيضا عن بطولة قود موبايل العالمية. أوكي، يعني ما راح اشرحها بالتفصيل في هذا المقطع شباب، لكن ان اردتم سوف نعود لها لاحقا. اوكي، لكن راح نذكرها في هذا المقطع باذن الله، بالاضافه الى بعض التفاصيل راح تكون معنا في طور الباتل رويال. اوكي، اذا شباب، اول شيء راح ندخل في موضوع طور الزومبي. طور الزومبي شباب، اذا تذكرون يعني لما قرروا حذف طور الزومبي اخبرتكم انه الطور سوف يعود بحول الله، لكن كان في نسخه غارينا، وزي ما تشاهدون في هذا المقطع كان هذا المقطع انا مسويه على نسخه غارينا لما كان الطور متوفر على نسخة غارينا، وكان فيه في ماب ناشت دير انتوتن اللي كان منه تحصل شخصية نيكولاي بيلينسكي، وانا شخصيا حصلتها، وراح تشاهدون الشخصية في نهاية هذا المقطع كيف حصلتها. اوكي، فشباب، هذا الماب باذن الله كان من المفروض يعني ان ينزل سابقا، اوكي، على النسخه العالميه. وحتى لو شاهدتم يعني اللي كان متابع فيديوهاتي يعني بالتفصيل داك يعني شاهد اني لما شاركت معكم نسخه تجريبيه كانت تخص النسخه العالميه، كان متوفر فيها هذا الماب ايضا اللي كان فيها ماب ناشت دير انتوتن، لكن تم قفل الماب، بالاضافه الى انه الاغراض اللي كان راح تنزل كانت موجوده في ملفات اللعبه، هو انه كان راح ينزل معنا نيكولاي بيلينسكي بالاضافه الى بعض الاغراض اللي راح تنزل معه، لكن الشيء الوحيد اللي كان متوفر هو انه الطور الزومبي فقط على شكل راوندات، يعني تلعب راوندات، اوكي، يعني جولات فقط، ما في يعني الغارة شديدة الصعوبة اللي تواجه فيها الوحش زي ما كان متوفر معنا في الماب السابق. اوكي، اللي كنا نستخرج وحش العقرب او وحش الشجرة، اوكي، اذا تتذكرون شباب، يعني قبل ما يتم حذف الطور اصلا، وكان متوفر السكين اللي حصلناه هو ديمسي، اوكي، بالإضافة إلى فأس البركاني، فأس اللافا، والبيستول وما إلى ذلك. أوكي، هاد كانت متوفرة معنا في المواسم السابقة شباب، وتوفرت معنا بداية من الموسم الثاني إذا تذكرون، لما نزل معنا شخصية أليكس ميسن شباب، اللي كانت هي الشخصية اللي تخص البطل باس للموسم الثاني. في ذاك الموسم شباب نزل معنا طور الزومبي كأول مرة في لعبة قود موبايل، وحين هل كل الاغراض اللي توفرت اكيد انه حصلناها الكل، يعني حتى للي يعني ما لعب طور الزومبي ونزلت بعدها في المتجر، في متجر العناصر، والحين يعني كل اتوقع اغلبكم يعني محصل الشخصيه او الاغراض اللي كانت متوفره مع الشخصيه، سواء الفأس البركاني او غيرها. اوكي، فزي ما خبرتكم كان المفروض ينزل ماب ناشدير انتوتن بعدها، وشخصية نيكولاي بيلينسكي لأنها توفرت في ملفات اللعبة، لكن الشركة، أعطيكم شيء بسيط جدا، أنه يعني عندها استراتيجية رهيبة جدا، وهي ممكن أنها تغير لك أي شيء في أي لحظة. أوكي، يعني ما تخليك تتأكد من كل الأشياء، تعطيك نسبة كبيرة أنك 80% 90% الأشياء اللي نزلت في الملفات راح تشاهدها وراح تنزل بشكل رسمي، لكن تبقى 20% يعني لها التصرف الكامل والحر المطلق في اضافتها او ازالتها، لانه في بعض الاسلحه لليوم يا شباب كانت متوفره معنا منذ السلف وما نزلت الى يومنا هذا. اوكي، ما يهمنا، احنا راح نستكمل طور الزومبي. طور الزومبي شباب في ملفات اللعبه رسميا يا شباب تم وجود انه ماب ترانزيت موجود في ملفات اللعبه. اوكي، وراح اوفيكم بالصور، هذه هي الصور شباب لتاكد على انه ماب ترانزيت موجود عفوا في ملفات اللعبة. ضف إلى ذلك الشيء الرهيب جدا واللي أكد بنسبة 90% 80% يا شباب والله أعلم، أنه ماب الزومبي أو طور الزومبي راح يرجع بحول الله، هو نزول وظهور شخصية سكارلت في ملفات اللعبة، وهذا الشخصية الرهيبة يا شباب، شاهدوا الصورة الخاصة بها معي الحين، زي ما تشوفون هذه الشخصية الرهيبة يا شباب فقط
مخصصة إلى طور الزومبي، وهي متوفرة في لعبة Call of Duty Black Ops 4. أوكي، حتى نكون في الصورة يا شباب، من هذه الشخصية تخص طور الزومبي فقط، يعني ما تخص أي طور. فلهذا يعني هذا مؤشر يدل على أنه طور الزومبي بحول الله راح يرجع مع هذه الشخصية، بالإضافة إلى ماب ترانزيت، وكله يعني مؤهل إلى التغيير. أوكي، يعني جل المستجدات زي ما تعرفون أشاركها معكم بالتوقيت في توقيتها المناسب. إن كان هناك مستجدات أخرى أو تحديث في ملفات اللعبة أكيد أني سوف أشاركها معكم، لكن إلى الوقت الراهن الشيء الموجود يا شباب، طور الزومبي راح يكون ماب ترانزيت، وراح يكون معنا شخصية يعني الشخصية المكافئة، وأكيد أنها راح تكون مجانية. أوكي، حتى نكون واضحين يا شباب، اللي يعني ولا مرة لعب لعبة قود موبايل حتى يفهم كيف هذه، يعني تسوي تحديات وراح تأخذ الشخصية بأبسط شيء، حتى لو ما سويتها ممكن بعدين ينزلوها في ستور عادي زي ما كان مع ديمسي. أوكي، لكن شخصية رهيبة جدا يا شباب، رغم هي شخصية بنت لكن تفاصيل الشخصية يعني وتصميمها رهيب جدا شباب. يعني الكل اتوقع ان كلكم يعني اللي يلعب Call of Duty يعرف هذه الشخصية جيدا شباب، لانها متوفرة في طور الزومبي، وبإذن الله راح تتوفر معنا وراح نحصلها بشكل مجاني. وصراحة شباب شخصية والله متحمس لها كثير. انا شخصيا الحين امتلك كل من ديمسي بالاضافة الى نيكولاي بيلينسكي، وبإذن الله لما ينزل طور الزومبي راح أحصل هذه الشخصية وراح ألعب من أجل أن أحصلها بحول الله، لأنه شخصية حتى لو كانت بالمتجر يا أخي تستاهل أنك تشتريها صراحة شباب. أوكي، فأنتم أعطوني أيضا رأيكم في التعليقات، كيف تشوفون الشخصية شباب، هل هي زينة أو مش زينة شباب؟ صراحة أنا من وجهة نظري والله شخصية تفاصيلها رهيبة جدا، يعني أفضل من السكينات الأخرى، يعني حتى يعني لما شاهدتم الصورة موجودة فعلا في اللعبة، يعني تفاصيلها رهيبة شباب، يعني تحسها تصميم يعني إلى أقصى الحدود شباب، يعني ما فيها أي عيب. أوكي، المهم راح ننتظر بحول الله شباب. لكن فيما يخص التوقيت متى سوف ينزل طور الزومبي، راح اعطيكم احتمال يعني وتوقعاتي كيف انه يكون في هذا الموسم القادم، يعني في الموسم السادس لباتل باس، الموسم السادس لا اتوقع شباب صراحة، ممكن في الموسم القادم بحول الله، من ناحية لما يتغير معنا التصنيف اللي موجود احنا حاليا في تصنيفنا في الموسم الرابع، وباتل باس احنا حاليا في الموسم الخامس واحنا على ابواب الموسم السادس. اعرف اني لخبطكم لكن للاسف شباب هذه الشركة هي اللي سوت هذا الشيء، حتى تكونوا واضحين يا شباب. الموسم في ناحية التصنيف احنا في الموسم الرابع، وراح ننتقل بعد شهر اكثر من شهر بثلاث او خمس ايام راح نتحول مباشرة الى الموسم الخامس. على العموم ممكن جدا انه راح ينزل طور الزومبي في الموسم الخامس، بمعنى في الموسم الخامس من ناحية التصنيف، يعني ممكن يكون الباتل باس حينها في الموسم السابع أو الثامن. على العموم كتوضيح أكثر شباب، ممكن بعد شهر وشهر وعشرة أيام أو أكثر، يعني كأقصى حد ممكن جدا تكون يعني 60 يوم، هذا من وجهة نظري وحسب توقعاتي شباب، وأغلبها دائما ما تكون يعني صادقة شباب صراحة، يعني دائما معطيكم لانه هذا استنتاجاتي وتحليلاتي للعبه، لاني متابع اللعبه منذ السلف، ولا واحد تابع لعبه قود موبايل اكثر مني ولا واحد بصراحه شباب. يمكن تراجعون القناه وتشوفون اني ممكن اول شخص يا شباب اعلن انه نسخه قود موبايل راح تنزل على الجوال، ولكم تشاهدوا انتم تشاهدوا الفيديوهات لما كنت انزل، حتى لما كانت بالنسخه الصينيه نزلتها بألفا وبيتا وكل شيء. فلهذا يعني المصادر معلوماتي واستنتاجاتي وتحاليلي للعبة دائما ما تكون صادقة يا شباب. أوكي، فلننتظر بحول الله، وهذا هو الشيء اللي عندي يعني فيما يخص طور الزومبي، حتى تكون لكم الصورة شباب واضحة وما يتسألوني كثير عن طور الزومبي حاليا، لأنه خلاص الحين كله تمام. إن توفر أي جديد يخص طور الزومبي لاحقا سوف أوافيكم بمقطع وأشارك معكم الفيديو في وقته المناسب بحول الله. أوكي، في طور الباتل رويال الحين شباب نتطرق إلى مواضيع بسيطة جدا، ألا وهي طور الباتل رويال هل راح ينزل فيه ماب جديد شباب؟ زي ما خبرتكم الماب الجديد لا إطلاقا شباب. أوكي، لكن في توسيع للماب، في توسيع للماب، ولو تشاهدون في المنصة راح أوافيكم بالصورة الحين،
يعني في المنصة موجودة كأنه ماب جديد راح ينفتح يا شباب، يعني مش ماب وإنما توسيع للماب، والله أعلم، ننتظر ونشوف شباب. فيما يخص أيضا سلاح الأي سي آر 1، اللي يمتلك سلاح الأي سي آر 1 تم تصنيفه في الباتل رويال على شكل أنه أن 4 أوكي في النسخة التجريبية، فاحتمال كبير أنه في المواسم القادمة بحول الله، إن لم يكن في الموسم القادم فسوف يكون معنا في طور الباتل رويال أوكي بإذن الله. الحين فيما يخص البطولة العالمية، البطولة العالمية يا شباب تضمن لك أجهزة، لازم تتوفر على أجهزة إصدار iOS يكون 9 فما فوق أوكي، ما عدا جهاز الآيفون 5S والS6 Plus الله أعلم، بالإضافة إلى أجهزة الأندرويد يجب أن تتوفر على إصدار 5.1 فما فوق، يعني إصدار أندرويد 5.1 فما فوق حتى تتمكن من المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى أنه مقترنة بالسن، مقترنة ببعض الأمور يا شباب، أنك ما تلعب محاكي، ما تلعب يعني تفاصيل كثيرة جدا يا شباب، مستحيل أن يشاركها معكم في مقطع فردي. وضف إلى ذلك إلى أنه الاستنتاج الكلي اللي يخص البطولة وكيف تسجل وما إلى ذلك راح يكون في تحديث، التحديث راح يكون يوم 28 من هذا الشهر أوكي، لأنه كل التفاصيل الحين مش متوفرة بشكل كامل، وهذا حسب ما ذكرته الشركة بشكل رسمي، هذا اللي أكد لكم إياه الحين أوكي. إذا تريدون أنزل لكم المقطع اللي يخص البطولة أتركوها في التعليقات وراح يتم الأمر بإذن الله أوكي، وأعطيكم حتى المناطق اللي تشارك واللي ما تشارك وكل شيء أوكي شباب. أولى هنا شباب أتمنى من صميم القلب أنكم استفدتم من هذا المقطع، استفدتم كالعادة لا تبخلوا علي بلايكاتكم، تذكروا اللايك مجاني، فيلا دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة شباب. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.